نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير. وبداية يسر مكتب فضائيات نورسات في الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل أن يتقدم بأسمى التهاني والتبريك لمقام جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين والأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. دعينا الله أن يحفظ جلالته والأردن الغالي بخير وأمان واستقرار، والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار. والبداية مع العناوين. البطريرك بيتسبالا يوجه رسالة إلى الكهنة قبل افتتاح المرحلة الأبرشية للمسار السينودسي في الأرض المقدسة. تعيينات جديدة وتنقلات داخلية في مطرانية الروم الأرثوذكس. البرلمان العربي يدشن مركزاً لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. مؤتمر حوار الأديان في العراق يؤكد على أخوة أبناء الشعب الواحد. كنيسة ومزار سيدة الجبل في عنجرة بعجلون ضمن حلقات كنيستي. وفيها أيضاً الرسوم والنفقات في المحاكم الكنسية، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية، حيث جاء في المقابلة التي ألقاها قداسته من قاعة بولس السادس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على الحرية التي تتحقق في المحبة في إطار تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطية، وقال: الحرية ليست فرصة للجسد من أجل العيش بحسب الأهواء والرغبات الفردية. حرية يسوع المسيح تقودنا إلى الخدمة، خدمة بعضنا لبعض. وأكمل تعبير عن الحرية الحقيقية هو المحبة. محبة المسيح هي التي حررتنا، وقد حررتنا من أسوأ العبوديات، عبودية الأنا. الحرية تنمو بالمحبة. الحرية التي تقودها المحبة هي الوحيدة التي تحرر الآخرين وتحررنا. فنعرف أن نصغي من دون أن نفرض أمراً، ونريد الخير من دون أن نرغم، ولا نستغل الآخرين لمصالحنا الشخصية، ونصنع لهم الخير مجاناً. إن لم تكن الحرية في خدمة الخير فهي حرية عقيمة لا تثمر. من قبل الحرية من المسيح لا يمكنه التفكير بأن الحرية تبعده عن الآخرين أو الشعور بأنهم إزعاج، ولا يمكن أن يرى الإنسان منعزلاً وحده، بل هو مندمج في الجماعة. البعد الاجتماعي هو أساسي للمسيحيين، ويسمح لهم بأن يروا الخير العام لا المصلحة الخاصة. وجه غبطة البطريرك بيير باتيستيا باتسبالا بطريرك القدس للاتين رسالة إلى الكهنة والرهبان والراهبات قبل افتتاح المرحلة الأبرشية للمسار السينودسي في الأرض المقدسة المرتقب في 30 من الشهر الجاري. ودعا غبطته في رسالته رعاة الكنائس لتعزيز مشاركة جميع الهيئات الكنسية كي يتمكن كل شخص من التعبير عن فكره بحرية كما يريد قداسة البابا فرانسيس. وقال غبطته إن الموضوع الذي تم اختياره لهذا الحدث الكنسي من أجل كنيسة سينودسية يعبر بوضوح عن نية البابا فرانسيس بألا تكون حياة الكنيسة مرتكزة حصراً على الإكليروس، بل يتعين مشاركة تامة من قبل جميع المؤمنين، وأن يكون الكهنة وسطاء بين الأساقفة والمؤمنين.
معربا عن تمنياته أن تشهد المسيرة القادمة مشاركة كافة الرعاية والجمعيات الرهبانية والأديرة والمعاهد الكليريكية والشبان والحركات الكنسية والجمعيات والمهاجرين والعمال الأجانب. بارك غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة قرار المجمع المقدس بإجراء بعض التعيينات والتنقلات الداخلية للكهنة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لكهنة بطريركية الروم الأرثوذكس في الأردن، والذي عقد في كنيسة الصعود الإلهي في خلدة بعمان برئاسة سيادة المطران خريستوفوروس عطلة. وقد جاءت التعيينات والتنقلات على النحو التالي: الإرشمندريت خريستوفوروس حداد نائبا للمطران الأيكونوموس بولس خوري في كنيسة تجلي المخلص البلد عمان، الأيكونوموس بطرس جنحو في كنيسة القديس جوارجيوس صافوت، الأيكونوموس بندي لايمون خوري في كاتدرائية البشارة العبدلي، الأيكونوموس ألكساندريوس مخامري في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية، الأب توما زيادين في كنيسة القديس نيقولاوس العقبة، الأب نكتاريوس حداد في كنيستي رقاد السيدة والقديس جوارجيوس الصلت، وكاهنا مناوبا في كنيسة القديس جوارجيوس شطنة. تبنى المجلس التنفيذي لليونسكو بالإجماع قرارا حول مدينة القدس القديمة. وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن القرار الذي جاء بجهد دبلوماسي أردني يؤكد على جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. وأضاف أن القرار أعاد التأكيد على اعتبار جميع الإجراءات التعسفية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة. على صعيد آخر، أكد البرلمان العربي دعمه للجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة بصفته صاحب الوصاية الهاشمية عليها. وأعلن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في افتتاح الجلسة الأولى للمؤتمر الذي عقد في القاهرة عن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو يعد الأول من نوعه على المستوى العربي، متطلعاً إلى أن يصبح مركزاً إقليمياً ودولياً لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. بمناسبة الأحد الثاني من لوقا والذي يقام فيه تذكار القديس إيروثيوس أسقف أثينا، ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة خدمة القداس الإلهي في كنيسة القديس نيقولاوس العقبة، حيث قال سيادته خلال عظة القداس: إن الرب يسوع في إنجيل اليوم قد علمنا حبا جديدا بعيدا عن المصلحة. وفي نهاية الخدمة أعلن سيادته عن بعض قرارات البطريركية بخصوص الكنيسة. شارك في الخدمة عدد من الآباء الكهنة بحضور جمع من المؤمنين. شوفوا قديش المحبة، المحبة بتحاكي كل واحد فينا، هي محبة شخصية مش محبة عمومية زي ما كتيرين بيحاولوا يفرجونا إياها إنه المسيح حب الكل. لا، المسيح حبك، المسيح حبك، المسيح حبني، المسيح أتى من أجل كل واحد فينا ومات من أجل كل واحد فينا. عشان هيك نفس كل إنسان هي مقدسة وثمنها غالي، لأنه ثمنها دم المسيح على الصليب. المسيح من أجلك مات، ثمنك غالي لأنه ثمنك هو دم المسيح. الإله الإنسان، الإله المتجسد مات من أجلك حتى يحكي لك إنه أنا بحبك. علاقة شخصية مع كل واحد فينا حتى يجذب الكل له، حتى نكون كلنا واحد. كنيسة سيدة الجبل للاتين في بلدة عنجرة التابعة لمحافظة عجلون هي واحدة من الكنائس القديمة في المنطقة، حيث أقيمت عام 1932 على أنقاض كنيسة أثرية قديمة تعود إلى القرن الرابع للميلاد، وهي من المواقع الخمسة المعتمدة من قبل الفاتيكان لتكون وجهة للحجاج المسيحيين في الأردن والعالم نظرا لوجود مزار مقدس فيها. نورسات زارت الكنيسة وعدت التقرير التالي. محافظة عجلون تقع شمال غرب الأردن، تتميز بتضاريسها وطبيعتها الجبلية المتباينة الارتفاع،
وبغاباتها ذات الأشجار الحرجية الكثيفة، تتمتع بطقسها المعتدل الجاذب للسياحة المحلية والعالمية. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. نصل اليوم في سلسلة حلقات كنيسة لبلدة عنجرة التابعة للمحافظة، لنسلط الضوء على كنيسة ومزار سيدة الجبل للاتين. فهذه الكنيسة تأسست عام 1932، أقيمت على أنقاض كنيسة أثرية قديمة تعود إلى القرن الرابع الميلادي. تجولنا داخل الكنيسة المزينة بمراحل درب الصليب المرسومة على جدرانها، وبجانب جرن المعمودية وجدنا مجموعة من ذخائر القديسين من الدرجة الأولى، لينال منها المؤمنون وأبناء الرعية البركة والشفاعة. تعاقب على خدمة الكنيسة ورعيتها العديد من الكهنة، منهم الأب يوسف سلامة راعي الكنيسة الحالي، ويتبع رهبنة الكلمة المتجسد. حدثنا بإيجاز عن بدايات تأسيس الكنيسة وتاريخها العريق ومزارها المقدس الذي يحج إليه الآلاف من المؤمنين كل عام لينالوا بركة سيدة الجبل العذراء مريم. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. عنجرة مذكورة في الكتاب المقدس باسم المصباح في العهد القديم في سفر الملوك، وبحسب التقليد تقليد الكتاب المقدس انه يعقوب مر من هنا من عنجرة من عندنا، وكمان الملك داود اجى على عنجرة. بحسب التقليد الكنسي المسيح هو العذراء مريم اجوا على عنجرة بعد العمات في نهر الأردن، لان احنا عارفين الكتاب المقدس انه المسيح بشر في العشر مدن، فبعد ما تعمد في نهر الأردن طلع على عنجرة عشان خاطر يكمل على جرش وفيلادلفيا. والكنيسة اسمها سيدة الجبل لأنه بيحكي كمان التقليد أنه لما إجا المسيح إجت معاه مريم، وكانوا بيقعدوا هون على تلة الجبل وبيشوفوا الناحية التانية من الضفة. مريم كلمة عبرية بالعربي سيدة، سيدة الجبل. الكنيسة اتبنت تقريبا سنة 1925، كان دايما في مسيحيين في عنجرة. اجا الخوري، اول خوري كان ابونا انجلو، هو ايطالي، هو اللي بنى الكنيسة، وابونا انجلو اتوفى في عنجرة هو وامه، ومدفونين هما الاثنين عندنا في الدير. مزار سيدة الجبل المجاور للكنيسة تأسس من قبل الاب المرحوم يوسف نعمات أحد كهنة البطريركية اللاتينية كتكريم منه للسيدة العذراء، حيث يعد ضمن أهم المواقع الخمسة الرئيسية التي اعتمدها الفاتيكان لتكون وجهة للحجاج المسيحيين القادمين من كافة أنحاء العالم. بس يمكن يكون أهم شيء عندنا في المزار هو تمثال مريم، تمثال العذراء مريم. هاي التمثال عمره تقريبا 200 سنة، مصنوع في إيطاليا. سنة 2010 واحدة من الرهبات مع أولاد المدرسة كانوا بينظفوا المزار زي دايما، شافوا إنه التمثال بياخد الوش بياخد شوية طبيعة بشرية وبيبكي دم. الرهبة بدأت تمدح الناس من برا عشان يجوا يدخلوا يشوفوا، الأولاد فضلوا يشوفوا التمثال ويصلوا. ناس كتير شافت الدم وهو موجود نازل على وش العذراء. عملنا التحليل، معروف إنه دم بشري، دم طبيعي بشري 100%،
ما عرفناش الفصيلة بالضبط، بس من هاي اللحظة وناس كتير بتيجي هون وناس كتير بتيجي تصلي وكتير بتحصل معجزات. احنا كل اسبوع او كل شهر بنسمع عن قصة جديدة من حد كان مريض وشافي بشفاعة العذراء. بيجي ناس كتير مش بس مسيحيين لاتينا او كاثوليكا او ارثوذكس، بيجي كمان من كل الديانات تقريبا، بيجي هنا على المزار يصلوا عند العذراء ويقعدوا. خدمتي في الكنيسة تقريبا من 4 سنوات، شغلنا مع الرعية في القداس اليومي والسجود والقداس في المزار كمان في الأعياد، ويوم الجمعة بنصلي دائما قداس هون. حاجة تانية في المزار مهمة، انه كانت السنة الماضية سنة 2017 سنة الرحمة، البطريركية اختارت كمان انه عنجرة يكون فيها باب للرحمة. فهي السنة استقبلنا كمان كتير ناس مسيحيين حجاج، كان كله بيجي وبيعترف وبيصلي القداس وبياخد بيحصل على الغفران اللي هو كان سنة الرحمة. في عندنا كمان الايقونات، هدول رسمهم فنان بريطاني وهو حب يظهر حياة المسيح على ضوء أسرار المذبحة الوردية، فبنشوف أسرار المجد، أسرار الحزن، في كمان هنا أسرار الفرح وأسرار النور. فلما بيجي السائح أو بيجوا الحجاج دايما أول حاجة بيعملوها بيصلوا عند العذراء بيولعوا شام، ودايما الناس بتيجي هون بيكون دايما في نعمة خاصة، دايما الناس بتحكي إنه في نعمة، في حاجة لمستهم. ومش بس كمان المعجزات بتحصل على مستوى الأردن، لكن كمان في ناس برا مجرد إنهم عندهم الصورة بتاع سيدة الجبل أو بيصلوا الصلوة مرات بيطلبوا إن إحنا نولع لهم شامعة، ودايما بيكون في إشي فوق طبيعي بيحصل، في معجزة بتحصل. بتعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيسة ضفنا يسوع الرقيق. تعود أهمية مزار سيدة الجبل تاريخياً بأن السيد المسيح ووالدته القديسة مريم قد أمضوا فترة وجيزة في أحد كهوف عنجرة، وكان السيد المسيح وتلاميذه يتنقلون بين مدن أورشليم وصولاً لنهر الأردن مروراً ببلدة عنجرة. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بصيامة الأخ نيبال حداد شماسا إنجيليا، وذلك خلال خدمة القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة رقاد السيدة العذراء بالمفرق. وفي كلمة وجهها المطران خريستوفورس دعا فيها الشماس الجديد لأن يكون جندياً أميناً للرب يسوع المسيح ويخدم الأسرار المقدسة بأمانة وورع. شارك في الخدمة عدد من ممثلي الكنائس في شمال المملكة والسلط والفحيص والكرك، وجمع من أبناء الرعية وذوي الشماس ومعارفه. تعبك في الحياة بتكلل ببركة المسيح اللي بيدعوك حتى تخدمه على المذبح الإلهي اللي الملائكة بتشتهي إنها تشوف الخدمة اللي بتتم على المذبح الإلهي. ونحن الكهنة مع كل ضعفنا وعدم استحقاقنا، المحبة الإلهية بتعطينا إنه ندخل لقدس الأقداس، إنه ندخل لأقدس مكان على الأرض اللي هو الكنيسة المقدسة والهيكل المقدس. يا ابني ديونيسية، الهيكل المقدس اللي كنت دائما أشوف حبك للدخول إله حتى تخدم أنت وأبونا إفرام كمان برا. بتذكركم كيف كنتوا تبحثوا على أب روحي باهتمام حتى تكونوا بداخل سر الاعتراف المقدس كأبناء حقيقيين للكنيسة.
بتذكر محبتكم الكبيرة وتواضعكم في الخدمة، واليوم الكنيسة يا ابني بتدعوك انت كمان حتى تخدم المذبح المقدس. الخدمة هي عظيمة لأنه الداعي هو الإله نفسه، الرب والمخلص يسوع المسيح اللي افتدانا بدمه الكريم على الصليب. يعني افتدى كل واحد فينا حتى نكون أحرار، حتى نكون أبناء لإله، حتى تربطنا في المحبة. هاي المحبة اللي أنت مدعو أنك تعيشها، تتفاعل معها وتنشرها للكل. هاي هي محبة المسيح اللي بتتحول فينا كخدمة. من أراد أن يكون فيكم الأول فليكن خادم للجميع. علمنا يسوع ما إجيت حتى أخدم، ولكن إجيت حتى أخدم. إذا هيك حكى الرب والمعلم، شو نحن منا نحكي يا ابني؟ تسلح دائما بحياتك الروحية الشخصية، بصلاتك اليومية، وبالأخص بصلاة المسبحة، وانت تنادي من أعماق قلبك: يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا عبدك. بتنظيم من البطريركية الكلدانية في العراق، اختتمت فعاليات مؤتمر حوار الأديان الذي أقيم تحت شعار العراق يزدهر بتنوع أديانه، بحضور غبطة البطريرك الكاردينال رفائيل ساكو ووزير الثقافة والسياحة والأثار الدكتور حسن ناظم راعي المؤتمر، ونخبة من رجال الدين مسيحيين ومسلمين وعدد من الأكاديميين. وألقيت في المؤتمر الذي عقد في قاعة كنيسة انتقال مريم العذراء ببغداد العديد من الكلمات وتبادل الأفكار والحوارات. وألقى البطريرك ساكو كلمة دعا فيها الجميع إلى تقارب وجهات النظر المختلفة بين الديانات والمذاهب وأبناء البلد الواحد، خصوصا في هذه الظروف المعقدة والصعبة، مشيرا إلى أن زيارة البابا فرانسيس للعراق كانت بركة للعراقيين وداعية للسلام والمحبة والأخوة بين كل أطياف المجتمع العراقي الواحد. بعد تسلمه رئيسا للمعهد الكليريكي في بيت جالا، التقت نورسات مع الأب برنارد بوجي للحديث عن أولويات خطته للمرحلة القادمة في المعهد، وعن طلبته والكهنة والراهبات والموظفين الذين يؤدون الخدمة فيه، إضافة إلى الحديث عن استكمال ما وصل إليه رؤساء المعهد السابقين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. بعد تعيين الأب برنارد بوجي رئيساً للمعهد الإكليريكي، والذي صرح من خلال حديثه بأن من أولوياته فتح المعهد الإكليريكي على محيطه والانفتاح على الآخرين، وكان لنورسات لقاء مع الأب بوجي في بساتين المعهد الإكليريكي، والذي قال بأن دور المعهد أن يساعد الشباب على اكتشاف المواهب والقدرات إن وجدت لديهم واللازمة حتى يصبحوا كهنة. فمسيرة الكهنوت طويلة تحتاج إلى سنوات من التنشئة الكهنوتية ودراسة وتحضير وصلوات ورياضات روحية والكثير من التحضيرات الكهنوتية. صار لي رئيس للدير تقريبا شهرين، وبعتقد من الأولويات اللي حطيناها مع غبطة البطريرك هي أنه يكون في انفتاح على العالم الخارجي إلى السمينير، وانفتاح السمينير على العالم الخارجي. وحتى نقدر نوصل إلى هاي الغاية أردنا أنه نزور كل الرعاية، فبالتالي هلأ كل يوم أحد نحن عم منروح مع الطلاب على الرعاية المجاورة، على الرعاية القريبة من هون، والرعاية الأبعد شوي رح نوصلها بعد حين. هناك نصلي مع الناس، يشوفوا الطلاب الإكليريكية، يسمعوا كهنة المعهد في كرسي الاعتراف في كرزات الأحد، ويشوفوا العائلة الإكليريكية في الرعاية. هي شغلة كتير مهمة إنه نحن ننفتح على العالم الخارجي، نقدر نوصل الأماكن اللي مش عم نوصلها من قبل، وبالتالي
نقدر نخلي الناس يثيروا السؤال شو بيخلي إنسان اليوم يعطي حياته، يهب حياته ذاته لربنا ولخدمة الكنيسة. فهي الشغلة الأولى اللي حاولنا نعملها. الشغلة الثانية انفتاح السمينير إلى العالم الخارجي، فبالتالي من ما بدأنا استقبلنا عدة مجموعات من جامعة بيت لحم، شبيبة الجامعة، استقبلنا فعاليات رعية رام الله، استقبلنا فعاليات بيت جالة وخصوصا الكشاف البابوية، أجوا زارونا مرتين من شهر 7. في عدة أشياء عم نعملها من رياضات روحية أو لقاءات روحية أو مواضيع عم نحاول نعملها حتى نفتح المعهد الإكليريكي إلى العالم الخارجي، وبما فيه مش بس كمكان وك يعني مباني، إنما نفتح كمان الفكر اللي موجود في المعهد الإكليريكي من لاهوت وفلسفة وتحديات معاصرة للإيمان، نساعد الآخرين إنه يعرفوا هاي المعلومات. فبالتالي الأهم هناك التعليم المسيحي للناس بشكل جامع. صلنا تقريبا 170 سنة نحن في المعهد الإكليريكي، وفي كثير ناس في المناطق المجاورة ما بيعرفوا السمينير. هذا بالنسبة لنا تحدي اليوم نحاول إنه نتخطاه. فإن ما يلزم الطالب الإكليريكي في تنشئته الكهنوتية الصدق والرغبة في التنشئة، وأيضاً العمل مع الإكليريكيين لمساعدة من هم أقل حظاً وغرس فيهم حب الأماكن المقدسة. الله لا يزال يدعو شباب وصبايا حتى يكونوا خدام في حقل الرب، في الكهنوت، في الحياة المكرسة. إنما اليوم في أحياناً تحديات أمام الشاب والصبية أن يسمعوا صوت ربنا في العالم، في ضجيج وأصوات كثيرة في هذا العالم، فلذلك عم نحاول نعمل جهدنا أنه نحن نكون حاضرين في المجتمعات المحلية حتى نطرح هذا السؤال: وين الله في حياتك؟ وينك أنت عن الله؟ هذا السؤال سؤال وجداني اللي طرحه ربنا على آدم الساقط بالخطية الأصلية عندما جاء إليه في البستان وقال: آدم أين أنت؟ هذا السؤال الوجداني لا يزال مطروح على كل شاب وصبي اليوم. بعتقد أنه نحن في كنيسة القدس برضو في عنا نعمة أنه نسبة لعدد المسيحيين عنا أكثر من 100 كاهن أبرشي عم بيخدم في كل أجزاء الأبرشية، في 4 أجزاء الأبرشية: الأردن، فلسطين، إسرائيل وقبرص. عندنا تقريبا أكثر من 100 كاهن عم بيخدموا في هاي المناطق، فلذلك نسبة لعدد المسيحيين ما فيش عندنا أزمة زي ما في أوروبا على سبيل الافتراض وفي الغرب. إنما أكيد اليوم تحدي كبير خصوصا في إطار الكورونا، إنه نحن مش عم نقدر نتنقل من مكان إلى مكان زي ما كنا في الماضي. المسؤول الدعوات أبونا خالد جمو عمل مبادرة جميلة السنة العام الماضي في مسيرة دعا يدك على المحراث، وكانت ناجحة جدا حتى توصل كثير من الأشخاص اللي موجودين في الإكليريكية العام هذا الحالي. عندنا 4 شباب دخلوا لبطركية اللاتين، وعندنا شابين دخلوا لكنيسة الروم الكاثوليك في الجليل. فلذلك نحن دائما نشكر الله على جميع نعمه وعطاياه أنه عم بيبعث عمل لكرمه. وشكر الله الذي دعاهم ليكونوا كهنة في هذه الأرض المباركة والتي تحتاج للكثير من العمل. هون في المعهد الإكليريكي عندنا إكليريكية صغرى وإكليريكية كبرى. للأسف الإكليريكية الصغرى من أيام بداية الكورونا انجبرنا أنه كل الطلاب يكونوا في رعاياهم في بيوتهم، منصلي نحن متحدين بالصلاة وبالمتابعة معهم، ولكن في عنا ما يقارب 20 طالب في الإكليريكية الصغرى عم نتابعهم في الرعاية المختلفة. عموما يعني بشكل اعتيادي قبل الكورونا كان عنا الإكليريكية الصغرى هون اللي هي 4 سنين من التنشئة صف 9 للتوجيهي، وين بدرسوا دراسات عادية اعتيادية بتكون زي مدرسة داخلية بالإضافة إلى موضوع الدعوة والإيمان، وأيضا من ناحية تنشئة وتهيئة من ناحية لغوية، فبالتالي مثلا فرنسي وإنجليزي واللغات حتى يتهيئوا أن يفوتوا على الإكليريكية الكبرى. من بعد التوجيه كان يفوتوا الطلاب تقريبا بمقدار طالب أو طالبين سنويا من الإكليريكية الصغرى إلى الإكليريكية الكبرى،
وفي الإكليريكية الكبرى عندنا 9 سنوات من التنشئة. السنة الأولى بتكون سنة اختبار روحي روحانيات، وفي هاي العام بيعمل مداخل الطالب يشوف شو المواد اللي راح يدرسها وشو حياة الكاهن الأبرشي. بعد سنة الاختبار الروحي بيقدم طلب، وإذا كان في موافقة على الطالب بيكمل 2 فلسفة. الستين الفلسفة بدرسوا المواد الفلسفية، الطبيعة، ما وراء الطبيعة، ما هي الفلسفة، ليش الفلسفة ضرورية في عالم اليوم، تطور الفكر الفلسفي، وخصوصا أن يتناولوا هاي المواضيع الوجدانية اللي هي مش سهل طرحها. من بعد 2 الفلسفة في عنا عام في الولايات المتحدة الأمريكية في كليريكية القديس يوسف في يونكرز نيويورك، وهناك عنا كمان رعية للجالية العربية اللي دائما بيستضيفوا أبنائنا اللي بنرسلهم من إكليريكية بيتجالا. بعد 2 أمريكا بيرجعوا ل4 سنين لاهوت اللي بيعملوهم 3 سنين دراسيات، والرابع هو للبحث والامتحانات النهائية، والطالب بعدين بيعمل 2 خبرة رعوية كمان. وفي نهاية اللقاء شجع الأب بوجي الشباب على الدعوات، فهناك الكثير من الكهنة مستعدون للمساعدة للوصول لنيل سر الكهنوت. بالنسبة لخطة مستقبلية تعلمت في حياتي الكهنوتية أنه نحط احنا خطة مبدئية وبعدين ننتظر ونبحث عن إرادة الله في هاي الأشياء، في هاي الخطة اللي بنحطها. بقولوا كيف بدك تضحك ربنا تقول له شو مخططك، وأكيد ربنا عنده مخطط آخر للإنسان. فلذلك أكيد أنه الخطة الأساسية اللي نحن عنا إياه هون في المعهد الإكليريكي هو الاهتمام في الطلاب اللي موجودين بين إيدينا. هدول أمانة ربنا حطهم بين إيدينا، علينا نشغل في جهد كبير معهم حتى نتأكد أنه معهم أنه هاي هي الدعوة اللي ربنا دعاهم لإلها. في هنا أهمية التمييز، وهون مبادئ القديس أغناطيوس ديولويولا مؤسس الرهبنة اليسوعية اللي بيساعدنا نحن نحط عمليا كيف ممكن نحن نميز إرادة الله في حياتنا. في التمييز هذا منحاول كثير إنه نضلنا نطرح سؤال هل الكهنوت هو إلي، ولذلك هذا السؤال بيضل مطروح إلى حد الرسامة، بيضل منركز على أهمية الحرية عند الإنسان عند الطلاب. فالمعهد يستقبل كل فرد يجد في نفسه الدعوة الحقيقية. فهذا الصرح منذ القدم وحتى الآن يخرج كهنة يعملون في خدمة الرب والكنيسة والمؤمنين. أولاً من حي نورسات نشكرهم على هذا التقرير وعلى وجودهم فيما بيننا مع المراسلة أختنا مارلين الحذوي. نشكرها دائماً على وجودها في المعهد الإكليريكي وحبها للسيمينير، ونطلب من المستمعين من اللي عم يشوفونا بيشاهدونا بكل العالم العربي إنه تصلوا من أجل المعهد الإكليريكي. للشباب والصبايا لا تخافوا، هاي الكلمة اللي كان دائما يرددها يسوع من بعد القيامة، لا تخافوا أن تسألوا حالكم شو ربنا رايد إلي في حياتي، شو الإشي اللي ممكن يساعدني أن أكون إنسان سعيد في حياتي. ربنا مش رح يقيد حريتك أبدا، هو اللي أعطانا الحرية وهو اللي بده يانا نحن نكون ممتلئين من الفرح. بقول جئت ليكون فيكم فرحي ويكون فرحكم كاملا، هاي الدعوة تدعونا إلى الفرح الدائم، نكون نحن مبسوطين ممتلئين من روح ربنا، ونحمل هاي الروح هذا النور، أن نكون ملح في هذا المجتمع اللي نحن أقلية فيه. ما ندخل في عقلية الأقلية، نعرف أنه نحن مرسلين من الله تعالى لنكون نحن نور وملح في هذا المجتمع اللي عايشين فيه. ولسبب وجود يسوع المسيح في هاي الأراضي يدعونا لا نزال أن يكون في إلنا حضور، ويكون في إله هو حضور من خلالنا. حيث الكنيسة فهناك المسيح. نشكركم على المشاهدة. للنورسات مارلين الحدوة من المعهد الإكليريكي بيت جالة. استضاف برنامج عين على المشرق
الذي يقدمه الأب نبيل حداد على صفحة فيسبوك نورسات الأردن، معالي الأستاذ نايف الفايز وزير السياحة والأثار، حيث دار الحوار الذي جرى في جبل نيبو حول المكانة المقدسة لهذا الموقع كأحد مواقع الحج المسيحي المعتبدة من قبل الفاتيكان، حيث وقف عليه موسى عليه السلام ليشاهد الأرض المقدسة التي وعده الله بها. وأشار الوزير الفايز إلى توجه الوزارة خلال العام المقبل لربط جبل نيبو بالمقطس ضمن مسار درب الحج المسيحي. المزيد في هذا الحوار. درب الحج المسيحي سيد العزيز، أنت تفضلت وشرحت لجمهورك بأنه هناك نقاط رئيسية في الأردن، وسمعتك تتكلم عن موقع المقطس. موقع المقطس موقع ولادة الديانة المسيحية بعد عماد سيدنا المسيح عليه السلام. يعني نحن أردنا أن نكون هناك إثباتات من خلال دائرة الآثار العامة، وهي مؤشرات تدل على هذا الدرب، الدرب الذي يربط ما بين المقطس وما بين جبل نيبو. نعم. وهو درب حج مسيحي قديم تاريخي. نعم. وليس جديد. نعم. نحن نريد أن نعيد إحياء هذا الدرب، نريد أن نعيد رسم هذا الدرب، نريد أن نعيد النشاط من حيث الحج ما بين المقطس وما بين هذا الموقع، وأيضا بالمستقبل نربطه في بمواقع أخرى. فهذه هي المرحلة الأولى، وبحب أطمنك إحنا ما جينا هنا وأعلننا عنه إلا بعد ما كنا قد قمنا بالمسح الأثري. نعم. ومثل ما حكيت أنه هناك بعض المؤشرات وثوابت على أرض الواقع، وستكون موجودة جزء من التجربة وجزء من المسار درب الحج المسيحي، وبنفس الوقت قمنا بتحديد الإحداثيات لهذا الدرب حتى تكون ثابتة. سيبقى هذا الدرب هو درب حج بسير على الأقدام لربط هذا الموقع في موقع المقطس، وهو هذه المرحلة الأولى، وهو حوالي 30 كيلومتر. نعم. ما بين هذا الموقع والمقطس، من جبل نيبو للمقطس. نعم. إن شاء الله المعالم المختلفة في هذا الدرب هي معالم لها يعني لها دلائل دينية بداية. نعم. ولها دلائل أيضا أثرية. تاريخي. أثرية من. نعم. الآثار اللي طيب. تم يعني التنقيب عنها والعثور عليها، وسيكون هناك مراحل، تعرف الآثار بتطول طبعا. نعم. يعني التنقيب. نعم. والآثار هذا سيكون بمراحل مختلفة، ولكن احنا نريد أن نثبت هذا الدرب، وإن شاء الله يعني نوعدكم يعني بأقصى حد بمثل هذا الوقت في السنة القادمة سيكون الدرب يعني قد بدأ استخدامه. أنا بعد سنة بدنا نستضيفك ونمشي معك في هذا الدرب. يعني إحنا معطين حالنا بعد شوية وقت إضافي. برافو. ولكن إحنا نسعى بأن يكون قبل ذلك، ولكن إحنا حتى يكون الوعد، وإن شاء الله نكون دائما صادقين معكم في وعدنا. نعم. أن هذا الوقت مثل هذا الوقت يكون جاهز هذا الدرب كمرحلة أولى، وتعرف الدرب يكون بده مراحل عديدة لتطويره وتقديم الخدمات المختلفة فيه، ولكن كمرحلة أولى سيكون جاهز لاستخدامه من كافة زوار الأردن ومن كافة الذين يأتون إلى درب الحج المسيحي من أردنيين ومن ضيوفنا من خارج الأردن ومن دولنا الشقيقة العربية للقدوم إلى درب الحج المسيحي للحجيج ما بين المقطس وما بين هذا الموقع. في مبادرة مليون طفلا يصلون المسبحة، نظم مكتب التعليم المسيحي لبطريركية القدس للاتين صلاة المسبحة الوردية للمدارس الكاثوليكية، حيث شارك فيها طلبة من مدارس تيرا سانتا والفرير وسيدة البيلار. وخلال اللقاء الذي جاء استجابة لدعوة المؤسسة البابوية لمساعدة الكنائس المحتاجة، تم توزيع المسابح على الأطفال تمهيداً لبدء الصلاة الجماعية وتلاوة أسرار الفرح الخمسة، وهي البشارة والزيارة والميلاد والتقدمة ويسوع في الهيكل. وفي ختام النشاط الذي أقيم في كاتدرائية البطريركية اللاتينية في القدس، تم مباركة الجميع وتقديم الشكر للمدارس التي شاركت في هذه الصلاة التي وصلت إلى السماء بشفاعة والدة الإله مريم العذراء. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان
حلقة جديدة ومميزة بعنوان الرسوم والنفقات في المحاكم الكنسية. وقد أغنى الحلقة المحامي لؤي حداد المستشار القانوني لمطرانية الروم الأرثوذكس فيما أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع المحامي خلدون صلايطة الذي بينا أن المحاكم في المملكة ثلاث: نظامية ودينية وخاصة. أما بالنسبة للمحاكم الدينية فهي تنقسم إلى قسمين: شرعية وكنسية. وكل محكمة كنسية مشكلة من هيئة تضم ثلاثة قضاة، وهذه الهيئة مهمتها السعي لحل أي خلاف بين رعاي الكنائس. فإلى هناك. أستاذ لؤي، تعطيني نبذة عن المحاكم الكنسية، هيكليتها، كيف الهيكل الإداري للمحكمة الكنسية، وما هي ومن هي سلطتها؟ مثلا إحنا عم نحكي هلا عن الروم الأرثوذكس. ستي، أول شيء صباح الخير إلي كل المشاهدين جميعا. هلا إحنا كمحاكم كنسية إحنا مشكلين بموجب الدستور الأردني. هلا الدستور الأردني قسم المحاكم إلى ثلاث أقسام، اللي هي المحاكم النظامية، المحاكم الدينية، المحاكم الخاصة. المحاكم الدينية قسمها لقسمين، اللي هي المحاكم الشرعية لأخواننا المسلمين، ومجالس الطوائف المسيحية اللي هي المحاكم الكنسية لإلنا. هلا إحنا بالنسبة، أنا بحكي كطائفة الروم الأرثوذكس، إحنا في عنا محكمة بداية ومحكمة استئناف، وفي عنا المجمع المقدس بصفته محكمة نقض تمييز. محكمة البداية تشكل من ثلاث قضاة لكل هيئة بموجب قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014. طبعا لكل المحاكم المسيحية، مش بس إحنا، يعني مش بس الروم الأرثوذكس. هذا القانون اللي صدر مؤخرا وصارت عليه بال 2014 صدر هو. فالهيكلية للمحكمة بتكون رئيس المحكمة يشكل، أو رئيس الأعلى للطائفة عفوا، يشكل الهيئات بثلاث أعضاء على الأقل. بعدين في عنا مثلا الموظفين الأقلام، قلم المحكمة، الكاتب بالمحكمة، قسم المحاسبة. يعني عنا يعني محكمة متكاملة بكامل، يعني بكامل عناصرها وبكامل أقسامها، كأنها يعني محكمة. شركة محكمة. إدارية بالضبط. عندنا قلم موظفين وديوان وزي أي يعني أي مؤسسة 100%، زي المحكمة العادية بس على مصغر شوي. مش وهدول دائما دومين يعني بيكونوا طبعا أكيد يعني يوميا من الساعة 8 الصبح للساعة 3 يعني دوام عادي 100% 100% يعني زيها زي أي محكمة، وإلهم رواتب وإلهم كل طبعا أكيد أكيد ضمان اجتماعي وطور تأمين صحي كل شيء يعني طبعاً. عادي زي موظفين يعني مؤسسة إدارية صحيح. يعني كامل يعني موظف كامل بيداوم من الساعة 8 للساعة 3 الظهر. هاي المحاكم الكنسية الموجودة كم من محكمة عندنا نحن؟ لأي كم كنيسة؟ هلا إحنا عندنا المحاكم، في عندنا الروم الأرثوذكس لللاتين، الكاثوليك، الأسقفية العربية، السريان والأرمن. يعني ست محاكم كنسية هدول، وكلها بتتبع نفس الهيكلية طبعاً الإداري يعني مجبرين لأنه بتعاملوا مع محامين وبتعاملوا مع مواطنين، فلازم تكون كل شيء بترتيب بالضبط من خلال نظام وأصول معينة لتسجيل القضايا ولا التعامل مع المواطنين يعني. طب هدول مين بيكون مشرف على مثلا الدعم المالي لهم؟ مين بيدفع لهم الرواتب والهادي؟ هل المحاكم الحكومة مثلا او لا؟ كل محكمة تصرف على حالها من إيراد الكنائس. طبعا من الكنائس، من الكنيسة نفسه. نعم ما في دعم من خارج؟ لا كون انه هذا الموضوع يعني الدوله حطت يعني محاكم كنسيه وكناس. انا بحكي متاكد يعني من كل الكنائس، بس بحكي عن الروم الارثوذكس، احنا ما بناخذ ولا اي دعم من اي لا نهائيا. والمحاكم الشرعيه من وين دعمها؟ المحاكم الشرعيه هي تابعه لدائره قاضي القضاء. ورواتب القضاء والموظفين من خزينه الدوله. يعني لو نتابعين للدولة يعني الحكومة. موظفين حكومية، هم يعني موظفين حكومية بتدفع من ميزانيتها. طبعا إلها ميزانية خاصة وإلها يعني موظفين حكومي، هذول يعتبروا موظفين حكومي. بداية، المحاكم الكنسية مشكلة بموجب قانون مجالس الطوائف المسيحية. وإحنا هي معروف أنه المحاكم بالأردن هي ثلاث أنواع: محاكم نظامية ومحاكم دينية ومحاكم خاصة.
أما المحاكم الدينية تنقسم لقسمين اللي هي المحاكم الشرعية ومجالس الطوائف المسيحية اللي هي المحاكم الكنسية. نعم. هلا زي ما تفضلت حضرتك كل محكمة كنسية مشكلة من هيئة. نعم. هاي الهيئة طبعا تشكل بموجب إرادة ملكية، بيكون حاصلين القضاء على إرادة ملكية. هلا إذا عم نتحدث عن محكمة الروم الكاثوليك فهي محكمة تشكل من ثلاث قضاة، وفي هيكل إداري طبعا لهذه المحكمة، في الموظفين القائمين على أعمال هذه المحكمة، بالإضافة إلى طبعا القضاة زي ما حكينا الحاصلين على إرادة ملكية لإصدار هذه القرارات وإنشاء هذه المحكمة. نعم. لكن فيما يخص الرسوم، إحنا يعني اللي يبدو الحديث عن الرسوم، أنا بحب أنوه أنه بداية التقاضي حق للجميع، والمثول أمام القضاء دائما بنحكي أنه هو شرف. نعم. لذلك يعني بخصوص الرسوم، أنا صحيح شخصيا أنا مع تخفيض رسوم التقاضي أمام أي محكمة لأدنى حد، حتى يتمكن الناس من اللجوء للقضاء لحل أي خلاف أو إجراء أي معاملة تقتضي المثول. نعم. أمام المحاكم، كون هذا الشيء رح يوصلنا الصحيح لتحقيق العدالة بطريقة حضارية. يعني شو بدنا أحسن من أنه الناس تحل قضاياها وتحل خلافاتها أمام المحاكم، أمام جهة قضائية؟ هاي قمة الحضارة الصحيح. يعني نحن في البلاد العربية وانعكاساته على الأردن الاقتصادية كانت سيئة جدا، وبالتالي تنعكس على كل بيت أردني سوءا. نعم. مما يعني أنه عدم تشجيع البيوت التي بحصل فيها مشاكل، عدم تشجيعها على الإقبال على المحاكم الكنسية لأن الرسوم غالية جدا نظرا للأوضاع الاقتصادية السيئة. نعم. الآن أنا بقترح يعني على الأستاذ دؤي وعلى خلدون قبل شوي، نعم خلدون صلايت الأستاذ خلدون، عليهم كلهم يعني المحاكم الكنسية أن تطلب توحيد من الحكومة، أن يجتمعوا كلهم على هدف واحد هو تخفيض الرسوم كمان مرة لتصبح 300 دينار بدل 450 للسببين. السبب الأول هو تشجيع للعائلات اللي بحصل عندها مشاكل وما عندها فلوس تتقاضى أمام المحاكم الكنسية، ومن ناحية ثانية كمان إنه المحاكم بتعود يعني إنه تحل المشاكل، ما يكون قصدها الرسوم، ما يكون قصدها استيفاء الرسوم، يكون قصدها حل المشاكل بعيدا عن الطلاق وبعيدا عن فسخ الزواج وما إلى ذلك. يعني إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البطريرك باتسبالا يوجه رسالة إلى الكهنة قبل افتتاح المرحلة الأبرشية للمسار السينودسي في الأرض المقدسة. اليونسكو تتبنى قرار بطلان الإجراءات الرامية لتغيير طابع القدس. نيبال حداد شماسا جديدا في مطرانية الروم الأرثوذكس. رئيس المعهد إكليريكي في بيت جالا يكشف لنورسات أولويات خطته القادمة. كنيسة ومزار سيدة الجبل في عنجرة بعجلون ضمن حلقات كنيستي. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursatjo.org. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.